بسم الله وعلى بركة الله. المكان نانت، فرنسا، اليوم 11 إبريل. في اليوم ده تلقت الشرطة الفرنسية بلاغ من إحدى المواطنات اسمها إستيل شابون، بتقول فيه إن هي قلقانة جدا حوالين مصير جيرانها عيلة جيزافي، لأنهم مش بيظهروا بقالهم أيام، وكمان لما راحت عشان تخبط عليهم لقيت ورقة مكتوبة على الباب وكان نصها الآتي: يرجى إعادة كل البريد إلى المرسل. استنت الشرطة يومين بعد البلاغ على أمل ظهور عائلة جيزافي، لكن في يوم 13 إبريل ولما ما ظهرش أي حد من أفراد الأسرة، سجلت الشرطة أول دخول لمنزل جيزافي، وده بعد ما استعانت بصانع إقفال عشان يفتح لهم الباب. عندنا احنا بيبس مطفاش بيطفش الباب على طول وبيفتحه، بس لما الشرطة دخلت ما كانش في البيت أي أثر لأفراد الأسرة، والبيت تقريبا كان فاضي تماما، حتى ان ملايات السرير ما كانتش موجودة، والصور الفوتوغرافية كمان متشالة. وبرغم كده الشرطة ما شكتش في أي حاجة، اعتبرتهم مسافرين. في الوقت ده بدأوا الأصدقاء والقرايب بتوع الأسرة تجيلهم رسائل غريبة جدا وغامضة. الرسائل دي كانت بتقول إن جيزافي بيشتغل كعميل سري للولايات المتحدة الأمريكية، وتم تجنيده في مهمة خاصة، وإن هو وأسرته مختفيين للحفاظ على حياتهم، ومحدش هيقدر يتواصل معهم مرة تانية. لكن أسرة أجنس مرتحتش للرسائل دي وشكت في الموضوع، وعشان كده بلغت الشرطة مرة تانية، واللي بدورها فتشت المكان، بس برضو مفيش أي حاجة مريبة ولا أي حاجة غريبة. وفي يوم 21 إبريل وأثناء تفتيش الشرطة اللي أصبح معتاد جدا في بيت جيزافي، اكتشفت الشرطة 5 جثث كلهم لأفراد أسرة جيزافي، وكانت الجثث لأجنس اللي هي الزوجة والأبناء الأربعة أرثر، توماس، آني، بينو، ومعهم جثث كلاب كانت الأسرة بتعتني بيهم. بس الغريب إن جيزافي ده نفسه ما كانش موجود. طب يا ترى راح فين؟ جيزافي برنارد اتولد جيزافي لأسرة أرستقراطية، فأبوه برنارد إبيار كان ملقب بالكونت، وكان جيزافي بيعتز جدا بأصوله النبيلة. كانت أسرته كاثوليكية متدينة، وفي سن 20 سنة قابل مراته أجنس، قابلها للمرة الأولى وقع في حبها، لكنها علاقة لم تكتمل. بس الغريب إنه بعد فترة رجعت أجنس، رجعت وهي حامل من راجل تاني، والمرة دي اتجوزها جيزافي وكتب الولد باسمه. وطبعا دي كانت غلطة كبيرة جدا بالنسبة للعيلة، والغلطة دي نتج عنها طرده من العيلة. طرد جيزافي من عيلته دمر الاستقرار اللي كان بيعيشه طول حياته، وأصبح مطالب بأن هو يتنازل عن رفاهية النبلاء اللي كان بيتمتع بيها، وبدأ يعتمد على نفسه أكتر وأكتر. وكانت أول تنقلات جيزافي وأجنس لمنطقة اسمها فراسي، لكن ما قعدوش هناك كتير، واتنقلوا بعدها من مدينة للتانية للتالتة لحد لما استقروا في مدينة نانت. وفي نانت كانت الأسرة بدأت تحس بالاستقرار نوعا ما، الأولاد في مدارس وكليات كاثوليكية، الأم بتشتغل مدرسة في مدرسة كاثوليكية، والأب بيعمل مشروع خاص بيه. أسرة هادية جميلة، كل الجيران حبوا هدوءهم والتزامهم، لكن الحقيقة أن ده كان الظاهر وبس، لكن ما خفي كان أعظم. جيزافي وأجنس كان بينهم مشاكل كبيرة جدا لا تعد، لكنها كانت كلها خلافات مادية أدت لاتساع الفجوة اللي بينهم، لدرجة إن هو كان بيذكر قدامها دايما أنه بيتمنى لو كان كلهم ماتوا مثلا في يوم من الأيام. لكن بدأت الأمور تتوتر أكتر وأكتر بعد فشل جيزافي في كل مشاريعه، واللي خلص عليها الفلوس كلها اللي كانت معاه، وفشل حتى إن هو يلاقي أي وظيفة ثابتة، وكانت النتيجة هي إحباط ويأس وتحطم نفسي عانى منه جيزافي. لحد لما في مرة سنة 2005 اتقدمت أجنس بشكوى ضده، بتتهمه فيها بأنه هو اعتدى على أرثر بالضرب. في الوقت ده كانت الأسرة عايشة على مبلغ مالي ورثته أجنس من أهلها، لكن مع انعدام شغل جيزافي ومصاريف الأولاد الأربعة كان من الصعب جدا الحفاظ على الشكل العام للحياة الأرستقراطية اللي كانوا بيحاولوا أن هم يتمسكوا بيها لآخر لحظة. وزادت المشاكل أكتر خصوصا مع بداية سنة 2011، وده لما بدأت أجنس تحس أن الفلوس بتخلص وقريب جدا هتعلن إفلاسها. وفي يناير من عام 2011 مات الأب رينارد، لكن موته ما فرقش كتير جدا مع جيزافي، لأنه على الرغم من كونه نبيل وأرستقراطي إلا أنه هو مات مفلس، وما ورثش منه غير بندقية عيار 22، واللي هي كانت سلاح الجريمة اللي استخدمه لتنفيذ مخططه لقتل أسرته بالكامل.
كشفت التحقيقات أن جوزفين بعد ما ورث البندقية من أبوه اشترى في نفس الشهر كاتم للصوت وطلع رخصة حمل سلاح وبدأ يتدرب على الرماية طول الفترة اللي قبل تنفيذ الجريمة، وكمان اشترى أسمنت وكياس قمامة. ويعتقد أن جوزفين قتل أجلس، أرثر، بونيه، آني يوم 3 أو 4 إبريل، وأنه قتل توماس يوم 5 إبريل، وده بعد ما استدعاه من الكلية لظروف عائلية طارئة. وبتقول الصحفية آن سوفي مارتن إن هي بتعتقد إن جوزفي تردد في قتل توماس لأنه كان الابن الأكبر، خصوصا إن أرثر مش ابن البيولوجي، فبالتالي كان بيفكر يسيب توماس عشان يحمل اسم النبلاء بعد موت باقي الأسرة. ولما عثرت الشرطة على الجثث كانت كل جثة مصابة بطلقتين في الرأس، طلقتين عيار 22، وهو نفس عيار البندقية اللي ورثها جوزفي من أبو رينارد. الطب الشرعي بقى أثبت بعد كده إن الأطفال تم تخدينهم بإقراص منومة، ودي إقراص ما كانتش الأم بتستخدمها. وبعد كده دفنوا كل أفراد الأسرة في المقابر بأيقونات دينية، لكن استمرت التحقيقات بعد دفن الأسرة. ورغم عدم وجود أي أثار دم أو أي أدلة في البيت، لكن اختفاء جوزفي خلى المشتبه فيه هو المشتبه الرئيسي والوحيد في القضية دي، وبالتالي كانت الشرطة بتسعى للوصول لي. وبدأت الشرطة رحلة البحث عن طريق البطاقة الائتمانية، وكانت النتيجة هي أن جوزفي استخدم البطاقة الائتمانية بتاعته في أنحاء جنوب فرنسا، ولقوه حاجز فندق ودافع كمان فواتير المطعم. وكان آخر وقت ظهر فيه جوزفي يوم 15 إبريل، يعني قبل أيام من اكتشاف الجثث، وتم رصد خروجه من أحد الفنادق الاقتصادية، وده بعد ما سحب 30 يورو من الصراف الآلي وساب بعدها عربيته ومشي معاه شنطة كبيرة يعتقد ان فيها البندقية المستخدمة في تنفيذ الجريمة. وتم رصد الحركات دي عن طريق لقطات تلفزيونية لكاميرات المراقبة، وبيتوقع افراد الشرطة ان دي كانت لحظاته الاخيرة قبل الانتحار، لان ده الشائع من النوع ده من الجرائم، خصوصا ان اخر مكان ظهر فيه كان جنبه منطقة جبلية وتلال، لكن مشطت الشرطة منطقة الجبال دي وما قدرتش انها تلاقي جثة جوزفي، عشان يفرض السؤال نفسه، هل انتحر جوزفي ولا قتل عيلته عشان يتخلص من عبئها وهرب؟ طب خلينا في النظريات والافتراضات. عدم وجود جثة جوزفي خلق مساحة كبيرة جدا من الاحتمالات والفرضيات، وكل المهتمين بالقضية والمتابعين ليها سواء بقى الشرطة أو الصحافة كانوا بيسألوا، الكل أدلب دلو في لغز اختفاء جوزفي، يا ترى هو فين؟ هرب؟ مات؟ قتل نفسه؟ اتقتل؟ ما قتلهمش؟ محدش عارف. ويشتبه البعض في ان جوزفي قتل عيلته عشان يتخلص من عبئها، لكنه برضه انتحر وما قدرش يعيش بعدهم. والبعض الاخر بيقول ان جوزفي قتل عيلته بشيء من الأنانية والغطرسة، وانه هرب عشان يكمل حياته عادي لوحده وهو سعيد جدا. ومن الناس اللي بتؤيد النظرية دي الصحفي مارتن، واللي بيقول ان الريف الفرنسي فيه طرق كتير جدا بتؤدي لإيطاليا او كرواتيا، فممكن يكون هرب عن طريق واحدة من الطرق دي عشان يبدأ حياة جديدة بدون أي أعباء أو ديون. وكمان في نظرية تانية بتقول إن هو هرب لأمريكا اللاتينية على سفينة شحن، وأصحاب النظرية دي بيدعموا كلامهم بأن جوزفي بيقدر يتكلم الأسبانية والإنجليزية، وده هيسمح له بحرية تامة في الحركة في دول أمريكا اللاتينية. وفي نظرية جديدة بتقول إن جوزفي خضع لعمليات تجميل وإنه عايش في اسكتلندا من وقتها، لكن لا، كل دي افتراضات، لكن الحقيقة كانت غير كده خالص. يوم 28 إبريل سنة 2015، يعني بعد 4 سنين بالضبط من الجريمة، بلغ واحد من المشنة هو شاف عظام بشرية بالقرب من بلدة فيليجوس، وده مكان قريب جدا من آخر مكان شوهد فيه جوزفي آخر مرة. وفورا انتقلت الشرطة للمكان وكلها أمل في الوصول للقاتل حتى ولو كان عظام. اتنقلت العظام للطب الشرعي عشان يتم التأكد إذا كانت فعلا عظام جوزفي ولا عظام حد تاني. الرأي العام كله كان منتظر النتيجة دي، واللي للأسف كانت سلبية، العظام طلعت لشخص آخر. لكن الحاجة الوحيدة الإيجابية في الموضوع هي أن قصة جوزفي رجعت للنور من تاني، وتم تسليط الضوء عليها تاني، والتحقيقات ابتدت من جديد. ومن وقت فتح التحقيقات في القضية دي سنة 2011 تم وصول 900 بلاغ عن مشاهدات محتملة لجوزفي،
جزء من البلاغات دي قال أصحابها إن هم شافوه في داخل فرنسا، وفي بلاغ من البلاغات اتقدم سنة 2018 قال صاحب إنه شاف جيزافي راهب في دير في قرية من القرى، لكن لما راحت الشرطة وتحققت من الأمر اكتشفت إن هو مش أكتر من شبيه ليه زي اللي قبله بالظبط. وبعد سنة يعني في سنة 2019 قبضت الشرطة على شبيه جديد استخدم جواز سفر مزور في مطار جلاسكو في اسكتلندا، لكن تم الإفراج عنه بعد التأكد من هويته. وفي كل السنين دي كان الرأي العام مقتنع بنسبة كبيرة إن جيزافي عايش، وعزز الاعتقاد ده الصورة اللي وصلت لصحفي وكالة فرانس بريس وفي ظهرها رسالة، وكانت الصورة لأرثر روبينو وهم قاعدين على ترابيزة. أما الرسالة فكان مكتوب فيها جملة واحدة: ما زلت على قيد الحياة من ذلك الحين وحتى هذه الساعة. بس ما تمش تأكيد الرسالة بشكل نهائي. وبالنسبة لمشكلة الرقم الكبير لعدد الناس اللي بلغت ان هي شافت جيزافي، فبيقول جان مارك بلوغ وده شرطي متقاعد على صلة كبيرة جدا بالقضية، المشكلة ان جيزافي بيشبه الى حد ما اي شخص اخر، بمعنى ان هو ما عندوش اي سمات جسدية مميزة، ودي أسوأ حاجة لأنك مش هتقدر أبداً تفرق بينه وبين أي شخص تاني موجود في المحيط حواليك. وفي أحدث بلاغ ادعى أحد المواطنين إن هو شاف جيزافي في شيكاغو في أمريكا، حتى إن هو بعت صورة للشخص ده وفعلاً كان شبيه جداً لجيزافي، بس برضه ما تمش التأكد من المعلومات دي بشكل كامل. تصدرت القضية وسائل الإعلام الفرنسية لسنوات طويلة جداً، وكترت فيها النظريات زي ما قلنا كده قبل كده، وكمان اتعمل عنها حلقة في أحد البرامج على قناة نتفليكس. بس في النهاية عثرت الشرطة لاحقا على رسالة خطيرة جدا تم إرسالها بالبريد الإلكتروني، وكان محتواها الآتي: أنا محطم ووصلت إلى الحضيض كما لم يحدث من قبل، أستيقظ كل صباح تقريبا مع هذه الأفكار السيئة، إحراق المنزل بعد إعطاء الجميع حبوب منومة أو قتل نفسي حتى تحصل أجنس على 600,000 يورو، على أي حال ستنتهي حياتي في الأشهر القليلة المقبلة إذ لم أحصل على 25,000 يورو على الفور، في معظم الأوقات لست في حلم ولكنني في كابوس ولا أستطيع الهروب منه إلا بالطبع من خلال القيام بشيء جذري ونهائي، إمضاء جيزافي. تفتكروا جيزافي كان يقصد إيه برسالته دي؟ يا ترى هو فين دلوقتي؟ وقتل عيلته بالشكل البشع ده ليه؟ أستنى رأيكم وافتراضاتكم في الكومنتات. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وحكاية النهاردة. بشكركم شكرا جزيلا. لو حضرتك أو حضرتك لسه جداد على القناة ياريت ما تنساش تعمل سبسكرايب، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أما لو أنت من الناس اللي بتحب تدعمني فياريت ما تنساش تعمل لايك، تكتب كومنت، تعمل شير. شكرا جزيلا ليكم. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج الكهف. سلام عليكم.